بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد، معكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة نشوف مع بعض درس مهم وخطير جدا في طريقة استعمال كاميرا الموبايل على الكمبيوتر بتاعك ككاميرا مراقبة علشان تقدر تراقب أو تشوف اللي حواليك. طبعا بمعنى صح إنك تقدر تعرض كاميرا الموبايل على الكمبيوتر زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بحيث إنك مش قادر تشتري كاميرات مراقبة أو الأجهزة بتاعتها، فممكن تعمل الكلام ده من خلال الموبايل واللابتوب أو الكمبيوتر بتاعك بكل سهولة. دي صفحة البرنامج الرسمية، هنا في إصدار 6 وإصدار 5، انا هستعمل الاصدار 6، فدول الاصدارين هم الاصدار 5 والاصدار 6. انا هستعمل الاصدار الجديد اللي هو الاصدار 6 وهثبته عندي على الجهاز. بتعمله طبعا عمليه اكستراكت او استخراج للملفات وتبدا تثبته، كده كده هو حجمه صغير جدا وبيتثبت على طول على الجهاز. بدوس نيكست، بعد كده اي اجري، بعد كده انستول، وطبعا هو بيتثبت. ممكن يجيب لك رساله علشان توافق على استخدام البرنامج، فبتدوس لو كان فيها مثلا يس او اوكي بتوافق عادي، ما بتكنسلش حاجه، تمام. وبعد كده بقول له فينش، كده البرنامج اتثبت عندك وهنلاقيه على ديسكتوب بالشكل ده كده. بعد كده بتيجي على الموبايل بتاعك هنا زي احنا شايفين ادي الموبايل، فبتيجي تدور على البرنامج ده كده درويد كيم، تمام. بتبحث وبتلاقيه في اول نتيجه. طبعا بيكون فيه اصدارين، الاصدار المجاني والاصدار المدفوع. الاصدار المجاني كده كده بيقضي الغرض، المدفوع طبعا علشان الاعلانات والكلام ده، عشان يحذف الاعلانات يعني. فطبعا ادي البرنامج قدامي اهو، ثبته وبدوس على اوبن. بعد كده بيظهر لك ويندو بالشكل ده، بيعرض لك واي فاي اي بي، رقم مكون من اربع خانات تقريبا، بتاخدهم وتكتبهم في البرنامج، تمام. بعد كده بيفتح لك دي الواجهه بتاعه البرنامج الاساسيه، فبيقول لك الديفايس اي بي اللي هو الاي بي اللي كان مكتوب على الموبايل اللي هو الواي فاي اي بي. بكتب الاي بي اللي هو مكتوب قدامي بالظبط، وهنا بتحدد له اذا كنت عاوز تسجل فيديو بس ولا فيديو صوت، فبدوس على الصوت كده بيسجل فيديو صوت، وبدوس على ستارت. اول ما بتدوس ستارت بيفتح لك الكاميرا بتاعه الموبايل على طول زي ما هنشوف دلوقتي. فدلوقتي علشان الدنيا تكون واضحه برده قدامكم، فده البرنامج على الكمبيوتر على الشمال فوق والموبايل تحت اهو قدام الشاشه. فهاجي ادوس دلوقتي على ستارت من خلال الكمبيوتر، فزي ما احنا شايفين لو هتلاحظ معايا الكاميرا دلوقتي اتفتحت عشان بس هي قريبه من الشاشه. فادي الكاميرا دلوقتي طبعا اهي وموجوده قدامنا. طبعا دي اوضتي بقى، الهانجر بتاعي مش مترتبه، هنيجي بس نعدل الكاميرا كده، نجيب العربيه. انا دلوقتي مصور العربيه اهي وعلى الكمبيوتر العربيه اهي، وحرك بقى الشاشه، ده الكمبيوتر هناك ودي الكروما الخضراء، وهنا الترابيزه اللي بحط عليها العدد او الادوات ساعات بذاكر عليها، وهنا الملازم والهدوم اللي مرميه على الارض. فطبعا الاوضه ملخبطه خالص، اي حد فيكم يا ريت يجي يروقها، مفيش تقريبا غير الشماعه دي اللي شايله الثلاث بناطيل دول. فدلوقتي قدرت طبعا تحول الكاميرا بتاعتك، ادي الكاميرا اهي، وادي هنا بحرك الكاميرا طبعا، وفوق السقف اهو والمروحه بتاعتي كده شفت اوضتي. وهنا لو هتلاحظوا في لوحه كده هبقى اقول لكم بتاعت ايه، لانها حاجه خاصه برضو بالتشانل. حاجه كمان حابب اذكرها، انك ممكن لما تيجي تدوس على العلامه دي علشان ما حدش يعرف انك بتراقبه، طبعا بتدوس هنا كده فبيقلل البرايتنس او الاضاءه بتاعت الشاشه بشكل كبير جدا، هو بيقللها لكن الاضاءه بتفضل زي ما هي على الكمبيوتر زي ما احنا شايفين، وهنا الاضاءه ضعيفه جدا، تمام، علشان ما حدش يعرف انك بتصور. وممكن برضو على فكره انا ممكن اطلع من التطبيق، بتيجي تفتح الهوم بتاع الموبايل بتدوس على زرار الهوم، ولكن الكاميرا شغاله اهو زي ما احنا شايفين، الكاميرا شغاله اهو. هجيب حتى العربيه فوق على الحيطه وحرك الكاميرا، فالكاميرا شغاله وباين على الموبايل ان مفيش حاجه، تمام. فخلي بالكم ان التطبيق ده خطير جدا، ممكن يكون حد بيستعمله على الموبايل بتاعك. فطبعا انا مش مسؤول عن اي حد يسيء استعمال التطبيق ده، لان انا بستعمل البرنامج او بقدم شرحه للمساعدة مش اكتر، علشان الناس تستفيد بيه، وعلشان كمان تحموا نفسكم، انك ممكن تكون مثلا دكتور صيدلي عندك صيدلية وتحب تستعمل النوع من المراقبة دوت لو ما عندكش كاميرا مراقبة. فلو بتبيع الشامبو في الصيدلية وحابب تعرف مين اللي بيسرق الشامبو، ممكن تستعمل الكاميرا دي علشان او الطريقة دي علشان تعرف مين اللي بيسرق الشامبو عندك. او لو عندك سوبر ماركت ممكن تستعمل الطريقة بانك تثبت الموبايل في اي مكان مخفي عن الناس، وبالتالي يكون ظاهر عندك على الكمبيوتر. فانا بتبرأ من اي حد يستعمل الطريقه دي في اي حاجه تغضب ربنا طبعا، وكده كده الحرام ما بيدومش. ده بكل بساطه كان شرح الطريقه، بتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم. فالهدف من الطريقه الافاده، مش انك تستعمل الطريقه في شيء يغضب ربنا. يا ريت في الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك ليه وسبسكرايب او اشتراك للقناه، ولو كنت اول مره تشوف الفيديو من خلال قناه احمد الجرنوسي يا ريت تشرفني بالاشتراك في القناه، وتزور موقعنا على الانترنت موقع تكنو عربي علشان تتابع كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجايه ان شاء الله. لو كان عندك اي استفسار او اي اقتراح بخصوص الموضوع ده او اي موضوع تاني، سيب لنا رد في التعليقات اللي موجوده تحت الفيديو، او كلمني من خلال صفحه تكنو عربي على الفيسبوك، وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسائل باستمرار. واشوفكم في درس جاي، كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.